مشاهدينا الكرام في كل مكان بنرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم عبر الكتابة عاش يسوع المسيح بعد أن اختار تلاميذه أكثر من ثلاث سنين معاهم صاروا معه أكلوا معه سمعوا تعاليمه رأوا معجزاته كانوا ملاصقين له في كل وقت وفي كل مكان لكن يسوع صلب ومات على الصليب وأخذ يسوع وأخذ يوسف الرامي جسد المسيح مع النساء ومع يوحنا الحبيب وبمساعدة الجنود الرومان ووضع هذا الجسد في قبره الجديد وهنا انتهت حياة الرب يسوع بحسب فكر التلاميذ وبحسب فكر الناس على هذه الأرض التلاميذ مكثوا بعد كده في عليه واغلقوا الابواب خوفا من اليهود فقد تحطمت كل امالهم وضاعت كل حياتهم وشعروا بانهم وحدهم بلا سند ولا معين ملك الخوف على قلوبهم والحزن والدموع ملات عيونهم فمعلمهم قد مات ولا يوجد معلم غير الذي عاشوا معه كل هذه الايام مرت ساعات كانها سنين والايام كانها دهور، لكن في اول الاسبوع وعند الفجر باكرا ذهبت بعض النساء الى قبر يسوع ووجدن القبر فارغا والحجر مدحرجا والاكفان موضوعه والمنديل موضوع في مكان اخر. الاكثر من ذلك انهن راين ايضا الملاك الذي اخبرهم بان يسوع قد قام من بين الاموات. وانهم ايضا راينا يسوع بنفسه الذي ظهر لهم وتكلم معهم وقال لهم اذهبوا واخبروا التلاميذ وبطرس باني حي قد قمت من بين الاموات. التلاميذ انفسهم بعدما سمعوا هذا الخبر ذهبوا الى القبر ودخلوا القبر وتاكدوا ان الجسد غير موجود. ثم اختبروا ما غير حياتهم. وهو انهم رأوا يسوع المسيح الذي ظهر لهم بعد قيامته سواء كأفراد او كجماعه وعلموا انه حي وانه قام من بين الاموات. السؤال الذي طرح والذي ما زال يطرحه البعض الى يومنا هذا هل تفسير التلاميذ للقبر الفارغ يعتبر تفسيرا صحيحا؟ هل تفسير التلاميذ لما اختبروه من ظهور المسيح لهم وانهم فسروا هذا الظهور على ان المسيح قد قام من بين الاموات، هل هذا التفسير يعتبر تفسير صحيح؟ ما الذي يؤكد ان المسيح قد قام؟ ما الذي يؤكد انه فعلا قد قام مش مجرد ظهورات او انهم راوا احلام او رؤى للمسيح يسوع او انهم يعني راحوا القبر الصح وما راحوش لقبر اخر. هل هذا هو هذا هو موضوع حلقه اليوم. ما الذي يؤكد لنا ان يسوع المسيح قد قام؟ وما الذي يؤكد لنا ان تفسير التلاميذ للقبر الفارغ انه تفسير صحيح بان المسيح قد قام من بين الاموات؟ اذكر حضراتكم بان حلقه عبر حلقات عبر الكتاب هي حلقات مباشرة عشان كده تليفون تليفونات مفتوحة خطوط تلفونات مفتوحة ويسعدنا أن نستقبل مداخلاتكم وتعليقاتكم وأسئلتكم بخصوص هذا الموضوع وفعليا موضوع حلقة اليوم هو مرتبط بسؤال جاني من أخ كتبوا لي على صفحة الانترنت بتاعتنا وقال لنا الناس وجدوا القبر فارغ ماشي نصدق أن الناس وجدوا القبر فارغ لكن أنه يفسروا تلك الظاهرة على ان يسوع قد قام من بين الاموات ده تفسير يعني انا شكك فيه ده ال 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 الاخ اللي كتب هذا التعليق بيقول كده فنحن لا نستطيع ان نثق في تفسير الناس لان تفسيرات الناس قد تكون في اوقات كثيره تفسيرات خاطئه فكيف لنا ان نتاكد من ان ما كتبوا لنا متى وما كتب لنا مرؤس ولوقا ويوحنا والتلاميذ على ان المسيح قد قام من بين الاموات هو تفسير صحيح وليس مجرد تهيئات او احلام او حتى تفسيرهم او كذبه او هلوسه او الى اخر هذه الموضوعات التي يطرحها البعض اليوم بخصوص موضوع قيامه المسيح اتكلم عن ثلاث حاجات مرتبطين بقيامه المسيح ثلاث حقائق مرتبطين بقيامه شخص الرب يسوع الحقيقه الاولى هي القبر الفارغ دي الحقيقه الاولى الحقيقه الاولى ان القبر وجد فارغا ويسوع وجسد يسوع ليس بموجود داخل القبر وجدوا ايضا الاكفان وجدوا ايضا المنديل موضوع في مكان اخر فكيف نفسر لنا القبر الفارغ؟ وما هو التفسير الصحيح لهذه الحقيقه حقيقه القبر الفارغ؟ الحقيقه الثانيه ان التلاميذ اختبروا وتقابلوا مع يسوع الذي قام من بين الاموات وده دي نقطه مهمه قوي ليه؟ لانه القبر الفارغ زي ما قلت المره اللي فاتت لم يغير كثيرا يمكن أضاف دهشة إلى التلاميذ يعني جعلهم مندهشين جعلهم متحيرين بدأوا يتساءلوا هو هو فين فين جسد يسوع؟ مش جسد يسوع وضع في القبر؟ مش جسد يسوع اتحط حجر كبير أمام القبر وفي فتحة القبر لألا يأتي أحد ويسرق هذا الجسد؟ أين هو جسد يسوع؟ وما هو تفسير القبر الفارغ؟ لكن القبر الفارغ زي ما قلت لم يغير في حياه التلاميذ كثيرا، القبر الفارغ اضاف الى الحيره حيره، واضاف الى الدهشه دهشه، وجعل التلاميذ مندهشين لانه ما عندهمش تفسير يعني للقبر الفارغ. يمكن بس واحد اللي راى وامن هو يوحنا لما دخل القبر مع بطرس يقول الكتاب انه انه راى وامن. لكن بقيه التلاميذ ظلوا متحيرين. ومعندهمش اجابه على مشكله او على فكره او حقيقه ان القبر فارغ وان جسد يسوع المسيح ليس بموجود اللي غير التلاميذ هو ظهور المسيح لهم دي النقطه اللي غيرت التلاميذ فبدا التلاميذ اه المسيح مش في القبر لكن المسيح بره القبر المسيح جسده مش موجود لان المسيح قام مش لان جسده اتسرق ومش لانهم راحوا قبر غلط ومش لانه حصل كذا لا هو التفسير الصحيح الذي تاكد لهم من خلال ان القبر فارغ هو انه المسيح ظهر لهم ظهر لهم كافراد وظهر لهم ايضا كجماعه الحقيقه الثالثه بقى المرتبطه بقيامه المسيح انه قيامه المسيح هي عنصر أساسي من الوعظ بالإنجيل هي عنصر أساسي من الإنجيل هي مكون للإنجيل الذي وعظ به التلاميذ فرسالة المسيح رسالة المسيح الذي وعظ بها التلاميذ أن المسيح مات وأن المسيح قام ده ده الوعظ ده مضمون الوعظ لما نقرا سفر اعمال الرسل حتى من اصحاح 2 واصحاح 3 و4 و... 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 وبقيه الاصحاحات وفي كل المرات التي وعظ فيها التلاميذ قدام جموع وفي مجامع وحتى قدام مولاه كانت الحقيقه المسيطره على كلامهم ان المسيح مات وان المسيح قام. وبهذا انتشرت المسيحيه. المسيحيه لم تنتشر الا بالوعظ بان المسيح مات من اجل خطايانا وقام من اجل تبريرنا. فقيامه المسيح كانت ولم تنتشر بالسيف او تنتشر باي اسلوب اخر. طب ناخد حقيقه حقيقه من دول ونحللها ونشوف هل فعلا التفسير اللي يعني آه انه للقبر الفارغ ولزهورات المسيح على انها قيامه حقيقيه للمسيح كحدث كمعجزه انه المسيح قام من بين الاموات هل هو ده التفسير الصح ولا يوجد تفسيرات اخرى. اول حاجه حقيقه القبر الفارغ. طبعا القبر الفارغ مذكورة في الأربع نجيب بكل وضوح في أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا والظلام باقي فنظرت الحجر مرفوعا عن القبر فركضت وجاءت إلى سمعان بطرس وإلى التلميذ الآخر اللي هو يوحنا الحبيب الذي كان يسوع يحبه وقالت لهما أخذوا السيد من القبر ولسنا نعلم أين وضعه ده, ده, ده على طول الانطباع الأول اللي خدته مريم إنه لما لم تجد الجسد المسيح وفي نفس الوقت وجدت أن الحجر مدحرج إنه حد خد الجسد، حد خد الجسد، قد يكون البستاني، قد يكون اللصوص، قد يكون الجنود الرومان، قد يكون اليهود، لكنه يعني الجسد غير موجود لأنه أخذوا السيد من القبر ولسنا نعلم أين وضعوه. فخرج بطرس والتلميذ الاخر واتي الى القبر وكان الاثنان يركضان معا فسبق التلميذ الاخر بطرس وجاء اولا الى القبر وانحنى فنظر الاكفان موضوعه ولكنه لم يدخل ثم جاء سمعان بطرس يتبعه ودخل القبر ونظر الاكفان موضوع والمنديل الذي كان على راسه ليس موضوعا مع الاكفان بل ملفوفا في موضع اخر، فحقيقه ان القبر فارغ اتاكدت من مريم المجدليه من مريم المجدليه واتاكدت من بطرس وتأكدت ايضا من يوحنا ومريم في بعض الـ 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 في مرقس ولوقا آه ومتى كانت معها ايضا آه نساء آه اخريات بعضهم ذكر بالاسم وبعضهم لم يذكر لكن على الأقل هناك أكثر من شاهد بأن جسد يسوع ليس موجودا في القبر وأن القبر كان فارغا طيب لما نقول بقى ان القبر فارغ إيه تفسير إيه التفسير القبر الفارغ؟ المجدلية على طول قالت إنه أخذوا الـ الـ السيد ووضعوه في مكان آخر، ده أول انطباع، لكن فيما بعد الرب يسوع ظهر ليها وقال لها إنه إذهبي وخبري وحتى لما يتكلم في النص ده بتاع يوحنا إنه إنه أول لما سمعته قالت له ربوني أيام معلم وكلمت مع الرب يسوع. لكن ما هي الأدلة على أن القبر الذي دفن فيه يسوع كويس وجد فارغا يعني إيه الأدلة اللي ممكن نقول فعلا أنها أدلة تؤكد لنا أن القبر وجد فارغا وأن سبب فراغ القبر ليس أن أحدا سرق جسد يسوع من القبر لكنه لأن يسوع قام منتصرا من بين الأموات اول حاجه بتاكد لي ان القبر فارغ وانه ده مرتبط بقيامه المسيح هو وعظ التلاميذ عن قيامه المسيح في نفس المدينه التي صلب فيها يسوع يعني احنا بنتكلم على على بنتكلم على فتره زمنيه قليله جدا بنتكلم على ايام يعني الرب يسوع صلب يوم الجمعه وقام يوم الاحد والتلاميذ بداوا بعد كده يقولوا ان يسوع قد قام وانتظروا كمان في اورشليم حوالي بعد كده فتره من الزمن لحد يوم الخمسين يعني حوالي 40 يوم ولما حل عليهم الروح القدس بداوا يوعظوا وفي الاعياد وفي الاسواق وقدام الجموع لدرجه انه 3000 نفس قبلت المسيح في يوم واحد من خلال وعظ بطرس وكان الوعظ اللي بيوعظه بطرس في مدينه اورشليم وبقيه التلاميذ مرتبط بموت المسيح وبقيامه المسيح. يعني لو هي كذبه ما كانش ممكن أبدا في نفس المدينة وقدام نفس الأشخاص الذين صلبوا يسوع المسيح وشاهدوا يسوع المسيح وشاهدوا أيضا موته على الصليب يقدر بطرس أو يوحنا أو التلاميذ يوعظوا عن أن المسيح قام لو لم يكن قد قام يعني احنا مش بنتكلم على مئات السنين الفرق ما بين وعظهم وما بين قيامة المسيح لكن بنتكلم على أيام معدودة فالتلاميذ نادوا بأن المسيح قد قام من بين الأموات والدليل هو القبر الفارغ كويس في مدينة أورشليم ونادوا بهذا في حضور كل من اشترك في موت ودفن يسوع المسيح يعني لو هي كذبة ما كانش ممكن يعملوا ده مش ممكن أبدا حاجة تانية اليهود المقاومين للايمان المسيحي ذكروا حقيقه القبر الفارغ وحاولوا انهم يجدوا يعني طرق يبعدوا بيها الناس عن حقيقه قيامه المسيح انه يضلوا بها الناس فيقول لنا النص الكتابي اذ قوم من الحراس جاءوا للمدينه واخبروا الرؤساء الكهنه بكل مكان وهو قيامه المسيح الحراس دول يعني اول ما شافوا النور ووقعوا والحجر مدحرج جم بسرعه الى رؤساء الكهنه واخبروهم وقالوا لهم حصل كذا كذا حصل ان الحجر دحرج وان المسيح قام من بين الاموات وان القبر الان فاضي ليس فيه جسد المسيح فاجتمعوا مع الشيوخ وتشاوروا هنا بتأتي هذه المشورة الشريرة أنهم تشاوروا فهناك حقيقة حقيقة بيواجهوها وهي أن القبر أصبح فارغ إزاي بقى أنهم يداروا على أن القبر فارغ إن يتشاوروا في اختراع كذبة أو اختراع خدعة بحيث أنه يجاوبوا للناس على سبب أن القبر فارغ وأعطوا العسكر فضة كثيرة قائلين قولوا أن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام وإذ سمع ذلك عند الوالي فنحن نستعطفهم ونجعلكم مطمئنين يعني أنتوا خدوا فلوس رشو ادلهم رشوة كويس وقالوا لهم قولوا أن التلاميذ جاؤوا وإحنا نيام آه وسرقوا الجسد طبعا طبعا هذه الكذبة بكل المقاييس آه عكس المنطق ليه؟ لأن التلاميذ دول مجرد هم صيادين هم أيضا يهود يخافون الرومان لا يحملون سلاح يعني اللي كان بيحمل سكينة صغيرة كصياد كان هو بطرس حتى الرب يسوع انتهروا وهم غير مدربين على على حمل السلاح غير مدربين على الحرب غير مدربين على على انهم يأذوا الاخرين بيعيشوا في سلام الناس مسالمة ازاي المجموعة دي ممكن يتخيل انسان انها تاتي و... و... والجنود الرومان يعني كتيبه من جنود الرومان بتحرس القبر وياتوا ليلا ويسرقوا ال... الجسد من القبر وازاي دحرجوا الحجر؟ يعني الحجر اللي وزنه ما بين 8 طن الى الى 12 طن، ازاي هذا الحجر يتدحرج من غير ما الجنود الرومان اللي نايمين يصحوا؟ يعني آه فهذا ف... ح... هذه الكذبه حتى عكس المنطق وتتنافى مع المنطق البشري لكنه على الأقل بتحوي اعتراف من اليهود بأن القبر فارغ والحقيقة طبعا القبر فارغ لي لأن احنا نعرف كلنا أن القبر فارغ لأن المسيح قام من بين الأموات لأنه قال أكثر من مرة أنه في اليوم الثالث يقوم من بين الأموات انجيل مرقس كمان اللي يعتبر اول الأنجيل اللي كتبت وهو انجيل مرقس بحسب كتابات الاباء هو كتبه مرقس على لسان بطرس يعني بطرس كان هو اللي بيقول ومرقس كان بيكتب الانجيل فانجيل مرقس الذي يعتبر اول انجيل اعتمد في كتابته ايضا على مصدر اخر كان موجود في القرو في ال... في السنين الأولى في ال... يعني سنة سبعة أو ستة ميلادية بعد قيامة المسيح وهذا يؤكد حقيقة قيامة المسيح إنه أي أسطورة علشان آه... تبقى أسطورة آه... لازم يكونش في شهود عيان لأنه أي شاهد عيان يبطل هذه الأسطورة حتى لما نقرأ مثلاً في أساطير كثيرة هديكم مثلاً بما إن إحنا يعني في آه... مجتمع إسلامي الأساطير عن معجزات آه رسول الإسلام آه أنه عمل معجزات دي كلها مكتوبة بعد 200 سنة من, من حياة آه محمد آه فما فيش ناس عايشة كانوا شهود عيان كله مات وبالتالي الفكر البشري او التخيل البشري سهل قوي انه يتخيل اشياء ويكتب اشياء غير حقيقيه ويقدمها على انها حقيقيه لانه ما فيش حد هيقول له ان دي مش حقيقه، لكن هنا احنا بنتكلم على فتره زمنيه قليله جدا وكثيرون كانوا احياء، حتى بولس الرسول يقول لنا انه المسيح ظهر لاكثر من 500 اخ اكثرهم باق الى الان بمعنى انه هناك شهود عيان احياء يمكن أن ترجعوا إليهم وتسألهم القبر الفارغ مبني على مصداقية دفن يسوع إزاي ده؟ يسوع لما دفن دفن في قبر يوسف الرامي ويوسف الرامي مش مجرد شخص عادي من الأشخاص يعني مش مجرد شخص يعني من عامة الشعب يوسف الرامي واحد من ال 72 عضو لمجمع السنهدريم يعني الهيئة العليا الدينيه المرتبطه بالامور الدينيه والمتعلقه بالامور الدينيه اليهوديه في ذلك الوقت. هو شخص مرموق في المجتمع، له مكانه في المجتمع، هو شخص معروف في المجتمع، فطبعا قبر يوسف الرامي موجود، يعني مش مجرد قبر ما بين القبور اللي موجوده لكنه معروف وهو عامل قبر الراجل لم يضع فيه احد بعد يمكن عامله لنفسه كتكريم لي عند بعد مماته ما انه يدفن في هذا القبر فبالتالي اي حد عايز يروح قبر يوسف الرامي هيقدر يروح لقبر يوسف الرامي. فالناس كانت ممكن تروح لقبر يوسف الرامي وتشوف قبر يوسف الرامي وتتاكد ان القبر فارغ. قبر يسوع ما زال موجودا الى الان. يعني ما القبر موجود الى الان. ويزور كثير من المسيحيين منذ القرن الأول وأساس زيارة المسيحيين لقبر يسوع ليس هو التشفع بعظام المسيح الموجودة في القبر لكن أساس زيارتهم للقبر هو أن القبر فارغ وشاهد على قيامة يسوع المسيح يعني اللي يروح النهاردة مدينة أورشليم ويروح القبر يسوع المسيح يعرف أنه انه القبر ده دليل وبرهان على ان جسد يسوع ليس موجود، وهو قبر مفتوح تقدر تدخله وتقدر ان انت تشوفه أه اول من اكتشف القبر طبعا ده موضوع اخر هو النساء. وطبعا في مجتمع لو هي كذبه مش ممكن ابدا في مجتمع كان لا يعتد بشهاده النساء انه انه الكذاب يختار امراه علشان تكون أول شاهد على قيم القيامة يعني لو التلاميذ هم بيفكروا أنه نعمل كذبة أو خدعة ما كانوش أبدا يفكروا أنهم يختاروا النساء كان ممكن يختاروا بطرس يوحنا كان ممكن يختاروا آه رجال مرموقين في المجتمع آه لهم وزنهم في المجتمع لكن علشان تكون أول شاهدة على القيامة أو أول شهود للقيامة هم النساء دي طبعا عكس القيم والمبادئ والاشياء الموجوده في المجتمع لو هي كذبه لو كذاب بيخترع كذبه مش ممكن ابدا كان يختار النساء لكن لانها حقيقه فالنساء يبرهن على حقيقه القيامه وان يسوع قد قام من بين الاموات دي اول حقيقه دي اول حقيقه مرتبطه بالقبر الفارغ لا يوجد عندنا تفسير ادق واصدق للقبر الفارغ من ان المسيح قد قام من بين الاموات ما نقدرش نفسر غير كده وما قدرش التلاميذ يوصلوا الى تفسير اخر غير كده هذه الحقيقه حتى اليهود ما يقدروش يوصلوا الى تفسير اخر الى مختلف عن هذه الحقيقه وعشان كده حاولوا مرات ومرات انه ينشروا كذبه ويرشوا ويقولوا انه التلاميذ اتوا ليلا وسرقوا جسده لكن الحقيقه ستظل حقيقه أن القبر فارغ لأن المسيح قد قام من بين الأموات حياة تانية بقى مرتبطة بظهور المسيح زي ما أنا قلت لحضراتكم أنه القبر لم يغير كثيرا في حياة التلاميذ يعني رأوا القبر فارغ وراحوا إلى العلية وكانوا خائفين في العلية لم يغير منهم كثيرا لم ينزع الخوف والكآبة والحزن اللي كان في قلوبهم لم يحولهم من جبناء الى اقوياء شجعان. ما عملش كده. هو يمكن اضاف اليهم حيره وتساؤل. يمكن اضاف اليهم انهم يقعدوا يسترجعوا الكلام الكتير اللي قاله الرب يسوع مرات ومرات انه في اليوم الثالث هيقوم. لكن حقيقه ظهور المسيح هي الحقيقه التي غيرت حياه التلاميذ. هي الحقيقه التي حولتهم من أناس ضعفاء من أناس خائفين من مجموعة منكمشين من مجموعة خائفة للدرجة أنها يعني الأبواب مغلقة أفلنها كلها من جوة خايفين من اليهود إلى أنها حولتهم إلى أنهم يقفوا ويقولوا اليهود أنتم بأيد أثمة صلبتموه بدون خوف وبدون رعب حقيقه ظهور المسيح يعتبر كورنثس الاولى 15 من عدد 3 الى عدد 8 اقدم قانون ايمان كان المؤمنين بالمسيح يرددونه ويرنمونه وما عارفين الجزء ده يعني حتى علماء العهد الجديد بيقولوا لنا ان الجزء ده يعتبر فعلا كان قانون ايمان وانه ده من اقدم قوانين الايمان اللي كانت الكنيسه الاولى بترددوا وترنموا ابتداء من عدد ثلاثة في كورنثوس الأولى وفي أصحاح 15 لنا فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلت أنا ده بولس الرسول بيقول أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب وأنه ظهر لصفا ثم للإثنى عشر وبعد ذلك ظهر دفعه واحده لاكثر من 500 اخ اكثرهم باق ولكن بعضهم قد ركضوا. وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل اجمعين واخر الكل كانه للسقط ظهر لي انا. هذا الجزء مهم جدا ليه؟ لانه بيكلمني عن انه المسيح مات بحسب الكتب. وبرهان موت المسيح هو القبر. وطبعا مش زي ما اتكلمنا الحلقه اللي فاتت انه ان المسيح يعني زي البعض بيفكر ان المسيح آه اغمى عليه او انه التلاميذ ظنوا انه مات فحملوه وضعوه في القبر هذه ليست الحقيقه لكن برهان موت المسيح هو وضعه في القبر وقلت ان المره اللي فاتت انه لما بيلاطس سمع ان المسيح قد مات انه لما جاله يوسف الرامي عشان يطلب جسد المسيح وبعدين استدعى هو قائد القائد الروماني وسأله وتأكد منه أن المسيح قد مات قبل أن يعطي جسده ليوسف الرامي فالمسيح مات وبرهان موته هو القبر والمسيح قام وبرهان قيامته هو ظهوره ظهوره وظهوراته ظهورات المسيح المسيح ظهر مرات ومرات عديدة ظهر لمريم المجدلية وانا احط الزهرات بتاعة المسيح قدام حضراتكم عشان تعرفوا آآ الزهرات آآ للرب يسوع ظهر اولا لمريم المجدلية ظهر للنسوة اخريات ظهر لتلميذي عمواس في أربعة 24 ظهر لبطرس في أربعة 24 ظهر ليعقوب وحده وبعدين ظهر للتلاميذ بدون توما وظهر للتلاميذ مع توما عند بحيره طبريه ظهر للتلاميذ في يوحنا 21، ظهوره ل 500 اخ، ظهوره للتلاميذ قبل صعوده على جبل الصعود. كويس؟ دي كلها ظهورات واخر الكل ظهر لبولس الرسول. فالظهورات المسيح المتعدده دي كلها واللي كلها بتؤكد وكانت هذه الظهورات لم تكن رؤى او احلام يعني ما كانش واحد بيحلم وهو نايم انه شاف المسيح. ولا رؤى بمعنى انه شايف رؤيه قدامه وعينه مفتحه، لكنه دول لمسوه دول اكلوا معه يعني يعني ظهور الرب يسوع كان ظهور حقيقي مش حلم ولا رؤيه لكنه قيامه حقيقيه من بين الاموات. هناك ثلاث احتمالات لتفسير ظهورات المسيح. ولا يوجد احتمال رابع، هم ثلاثه. كويس؟ الاحتمال الاول لظهور المسيح كويس هو انه يكون كذبه ده اول تفسير يعني لو احنا حابين نفسر ونحاول بعقلنا نصل الى تفسير لظهورات المسيح اول حاجه ممكن نقول انه دي كلها كذبه دي كلها مش حقيقه ده التلاميذ كذبوا دول كلهم كذابين كويس فننفي ظهورات المسيح من خلال ان احنا نقول ان كل ده مجرد كذب ده التفسير الاولاني وهنتكلم عنه وهنتكلم عن انه ازاي مش ممكن يكون كويس التفسير الثاني انه دي هلوسه هلوسه مجموعه آه الله يكون في عونها آه فقدت آه المعلم والقائد والمرشد آه مجموعه شافت اهوال كثيره جدا مجموعة شافت معلمهم وهو بيتقبض عليه وبيحاكم محاكمة غير عادلة بيوضع على الصليب وتدق في يديه المسامير ورجليه المسامير ويوضع على راسه اكليل الشوك، مجموعة بتمر بضغوط نفسية غير عادية، مجموعة الخوف مسيطر عليها لدرجة أنها فقدت كل منطق وكل تفكير صحيح، مجموعة دخلت في طور الهلوسة. ده التفسير الثاني التفسير الاولاني ممكن يبقى انه دي كذبه التفسير الثاني انه دول كلهم مهلوسين دول كلهم مهلوسين وعلى فكره كثيرون يعني حتى يعني من النقاد على مدار التاريخ فكروا في هذه النظريات وحاولوا انه يعني يبرهنوا على انه التلاميذ بيكذبوا او التلاميذ يكونوا مهلوسين الحقيقه الثالثه او الاختيار الثالث هو انه فعلا ان يكون المسيح قد قام من بين الاموات اذا كذب او او ثبت كذب فكره ان التلاميذ كذب واذا ثبت ايضا كذب فكره ان التلاميذ هلوسوا يبقى احنا قدامنا حقيقه واحده لازم نقبلها حقيقة الواحده دي انه فعلا المسيح قام من بين الاموات وانه فعلا المسيح ظهر للتلاميذ بعدما قام من بين الأموات هذه الاحتمالات الثلاثة مهمين جدا أن احنا ناخد واحدة واحدة منهم ونحاول نشوف كل نظرية أو كل فكرة من هذه الأفكار أول حاجة كذبة أن التلاميذ كذبوا زهرات إيه؟ ده لا في زهرات ولا حاجة دول كلهم مجموعة من الكذابين اللي نادوا بكذبه صدقوا كذبه ونادوا بيها وحاولوا يقنعوا الناس بيها و... واقنعوا الناس بيها و... وحتى يعني عاشوا بهذه الكذبه طول ايام حياتهم. كويس؟ ان المسيح لم يقم بعد موته بل ان تلاميذه هم الذين ابتدعوا خبر قيامته من بين الاموات. لكي يخلدوا ذكراه وينشروا المبادئ التي نادى بها في حياته يعني ما فيش طريقه ثانيه يخلدوا بها ذكراه غير الكذب وفي نفس الوقت ينشروا المبادئ التي نادى بها في حياته ده اللي بيقوله البعض كويس بخصوص قيامه المسيح هل فعلا التلاميذ كذبوا هل فعلا التلاميذ كانوا كذابين فيما قالوه عن يسوع المسيح انه قام من بين الاموات وان كل ظهوراته لهم ما هي الا كذبه اخترعوها وصدقوها وعاشوا بها لو هي كذبه كيف نفسر استشهادهم يعني ممكن اموت من اجل كذبه انا صدقت او حد اقنعني بيها كويس وعشت انا مصدق انها صح يعني يعني ممكن حد النهارده يجي يخدعني كويس زي ما كثيرون للاسف مخدوعين الى هذا الظهر قد اعمى اعينهم لكي لا يبصروا فهناك كثيرون منخدعين حتى يعني خدوا مثلا الـ الـ الارهابيين اللي بيفجروا انفسهم دول 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 مساكين ده واحد عمل لهم غسيل غسيل مخ واقنعهم بكذبه هو عارف انها كذبه بس اقنعهم بيها فهم صدقوها هم مساكين وبيروحوا يفجروا نفسهم ويموتوا بس هم مش عارفين انها كذبه هم عارفين انها حقيقه لكن لما اجي للتلاميذ بقى اذا كان التلاميذ هم اصحاب الكذبه ده موضوع مختلف ليه؟ لانه هيجي وقت قدام الموت هيقولوا ان ده كذب مش ممكن ابدا يموت انسان من اجل كذبه وهو عارف انها كذبه مفيش صعب انك تجدها كيف نفسر استشهاده من الصعب ان يموت انسان من اجل شيء يعرف انه كذب وغير حقيقي الانسان دائما يكذب علشان يتجنب المشاكل يعني ممكن إنسان يخترع كذبة علشان يتجنب مشكلة لكن التلاميذ بمنادتهم بقيامة المسيح واجهوا مشاكل وتحديات يصعب علينا تخيلها يعني ما كانتش هروب من 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 مشاكل ده كانت لمواجهة مشاكل يعني منادتهم بقيامة المسيح قلبت الدنيا عليهم سواء اليهود او غير اليهود فلو هي كذبه وهم بيدوروا على حياه سهله كان بسهوله اوي يتنازلوا عن هذه الكذبه لكن الانسان دائما بيكذب علشان يتجنب مشاكل لكن التلاميذ واجهوا المشاكل والمتاعب بسبب المنادات بصليب وقيامه المسيح تالم كل تلاميذ المسيح حتى الموت كل التلاميذ فيما عدا يوحنا الحبيب استشهدوا وماتوا بسبب ايمانهم. شوفوا الليسته الليسته دي يمكن من تاريخ الكنيسه وبعدها من التقليد اللي موجود لانها مش موجوده يعني كل تفاصيلها عن موت التلاميذ ازاي ماتوا في الكتاب المقدس لكن بنجدها في تاريخ الكنيسه. متى آه،, آه وطبعا هناك أناس كثيرون ماتوا وبيموتوا حتى في عصرنا الحديث بإيمانهم بالرب يسوع المسيح متى ذبح في مدينة في أثيوبيا مرقس مات في الأسكندرية بعد أن سحلوه في شوارع المدينة لؤى شنق حتى الموت في اليونان يوحنا الحبيب بعد أن عزب تم نفيه في جزيرة باتموس يعقوب أخو يوحنا قطعت رأسه في أورشليم في لبس شنق وعلق على عمود في مدينة هيروبوليس ثم رجم بالحجارة بارثلماوس تم آآ أليو في الزيت الحي غلو زيت وحطوه في الزيت أندراوس ربط في صليب وترك ليموت متياس رجم حتى قطعت رأسه برنابا رجم حتى الموت بولس قطعت رأسه في روما ثم مات بالسهام في جنوب شرق الهند. بطرس صلب رأسه للأرض وكان هذا في روما. السؤال بقى المهم هل مات هؤلاء أجمعين من أجل كذبه اخترعوها أم من أجل حقيقه صدقوها؟ ده سؤال مهم. لما نقرا حياة هؤلاء ونعرف مدى الصدق والأمانه ومدى التضحية ومدى محبتهم للمسيح ومدى إصرارهم في كل الظروف الصعبة على المنادات بأن المسيح مات وأن المسيح قام ووضعوا حياتهم حتى الموت حياتهم لم تكن عندهم ثمينة مقابل أنهم ينشروا الخبر الصار أن المسيح مات وأن المسيح قام هل مات هؤلاء من أجل كذبة اخترعوها؟ أم هي فعلا من أجل حقيقة رأوها؟ شافوا المسيح الحي الذي قام من بين الأموات. الأستاذ العقاد في كتابه عبقرية المسيح، قال لنا حكاية جميلة جدا وجزء جميل جدا مرتبط بتلاميذ المسيح. وهل ممكن تلاميذ المسيح ممكن فعلا يجذبوا ولا لا؟ قال لنا إيه الأستاذ العقاد؟ ولكننا نعتقد أن التاريخ الصحيح يأبى هذا الاتهام اتهام الكذب يعني انه ان احنا نتهم تلاميذ المسيح بالكذب التاريخ الصحيح يأبى هذا الاتهام لانه اصعب تصديقا من القول بان اولئك الدعاء ابرياء من تعمد الكذب والاختلاق يعني مش ممكن ابدا نتهمهم بانهم تعمدوا الكذب او يتعمدوا اختلاق شيء والمنادات به فشتان عمل المؤمن الذي يأبى الموت تصديقا لعقيدته وعمل المحتال الذي يكذب يعني احنا مش ممكن ابدا حتى دول نحطهم في مقارنه الانسان الذي يأبى الموت تصديقا للعقيده والانسان الذي يحتال وهو يكذب ويعلم انه يكذب وانه يدعو الناس الى الاكاذيب مثل هذا لا لا يقدم لا يقدم على الموت يعني الانسان الكذاب اللي بينشر أكاذيب واللي بيحاول يقنع الناس أنها حقائق هذا الإنسان من الصعب جدا زي ما يقول الأستاذ العقاد أنه يقبل أو يقدم على الموت في سبيل عقيدة مدخولة مزيفة وهو أول من يعلم زيفها وخداعها وهيهات أن يوجد بين الكذب العامدين الكذب العامدين من يستسبل في نشر دينه كما استبسل الرسل المسيحيون فإذا كان المؤلف الصادق من يأخذ بأقرب القولين إلى التصديق فأقرب القولين إلى التصديق هو أن الرسل لم يكذبوا فيما رأوه وفيما قالوا أنهم رأوه أو سمعوه من من رأوه يعني ده ده الملخص بتاعه مش ممكن أبدا أن الرسل يكونوا كذبوا فيما رأوا وفيما سمعوا أو سمعوا من من راوا مش ممكن فالاستاذ العقاد بيقول انه لما ندرس التاريخ ونعرف انه مش ممكن ابدا هؤلاء الذين ماتوا من اجل العقيده يكونوا كذابين او يكونوا اخترقوا او اختل يعني اخترعوا كذبه وماتوا من اجل كذبه. هم صادقين عشان كده بيقول فان اقرب القولين الى التصديق ان الرسل لم يكونوا فيما راوا وفيما قالوا انهم راوه او سمعوه انهم كذبين بل كانوا صادقين فمبدا الكذب او فكره الكذب او نظريه الكذب نظريه لا تثبت ابدا كويس نظريه ثانيه بقى نظريه الهلوسه نظريه الهلوسه آه ودي يعني من النظريات اللي حاول بعض النقاد للايمان المسيحي رفضهم لفكره المعجزات ورفضهم حتى لقيامه المسيح لانه يعني هم لا يؤمنون حتى بوجود الله فقالوا ان التلاميذ تلاميذ المسيح كانوا يعتقدون انه سيقوم من بين الاموات يعني هم كانوا للاسف كانوا بيظنوا ومؤمنين انه سيقوم من بين الاموات كما قال لهم من قبل ومن ثم ومن ثم خيل لهم يعني عارفين المبدا الاول الجعان يحلم برغيف العيش بالضبط يعني. هنا هم هم مقتنعين ومصدقين ان المسيح لما قال انه هيقوم هيقوم وبالتالي خيل لهم انه قد قام خيل لهم هم جعانين لهذه الحقيقه فهذه الحقيقه خيلت لهم حلموا بها وانه ظهر لهم وتحدث معهم ايضا ولذلك فاقوالهم عن قيامته كانت مجرد اوهام او تهيؤات لا وجود لها في عالم الحقيقه كويس طبعا يعني انا مش عارف رد حضراتكم على على هؤلاء المدعين يعني فكره الحلوسه كويس ان هم يعني ما قالوش انه مبرشمين ولا كانوا تحت تاثير مخدرات او الى اخره فالفكره بتاعتهم انه التلاميذ صدقوا انه هيقوم المسيح ما قامش فهم تخيلوا انه قام وتخيلوا انه ظهر لهم وتخيلوا انه تكلم معهم وعاشوا على هذا التخيل لكنها في الحقيقة كانت مجرد أوهام لكنها ليست حقيقة طيب أول حاجة تسقط نظرية الهلوسة أمام ظهور يسوع المادي المسيح لم يظهر في حلم أو في رؤى المسيح ظهر بالجسد الممجد الذي قام به من بين الأموات المسيح مد إيده للتلاميذ وقال لهم عسوني شوفوا أثر المسامير المسيح طلب منهم انهم يضعوا ايضا اصبعهم في جنبه ويشوفوا مكان الحرب المسيح قعد معاهم قعد معاهم اكل معاهم المسيح مع تلميذي عمواس اخذ الخبز وكسره المسيح على بحيرة طبرية أخذ السمك وشوال التلاميذ وقدمه للتلاميذ فهذه الحقيقة أن المسيح ظهر بالجسد المادي الممجد تسقط فكرة الهلوسة أكلوا معه جلسوا معه لمسوه فليست مجرد أحلام ليست أحلام ليست هلوسة كانوا عايشينها التلاميذ طبعا صعب أنه أن الهلوسة تأتي كوباء يعني الهلوسة ليست وباء يعني من يعيش مثلا كده مدينة أصيبت بالهلوسة فكل اللي فيها بيهلوس مرة واحدة ولا مثلا نجد هلوسة جماعية يعني ممكن يكون اثنين ثلاثة تحت تأثير المخدرات بهلوسة ده تحت تأثير مخدرات لكنه تلاميذ واعين مستيقظين مدركين تصيبهم الهلوسة إصابة جماعية احنا ما سمعناهاش حتى يعني في علم الطب النفسي صعب وجودها صعب أن يصاب كل التلاميذ بالهلوسة، فالهلوسة تصيب أفراد وليس جماعة. وصل تعدادها إلى أكثر من آلاف شخص. ظهر لهم المسيح. آه سوري آه خمسمائة شخص مش 500 آه ظهر يعني لأفراد كثيرة وظهر لأك... لأكثرهم باقٍ حتى الآن زي ما قال الرسول آه بولس. الهلوسة والأحلام لا تغير من حال الإنسان، يعني يعني لو أنا دخلت في حالة هلوسة أه حاله الهلوسه دي تصيبك بما هو أسوأ يعني يعني الانسان يصاب بما هو أسوأ وما تغيرش فيه للافضل تتغير فيه الأسوأ وبعدين حتى بيجي وقت ممكن تستيقظ منها يعني ال ال الانسان اللي, اللي بيدخل في في هلوسه ممكن وقت يف يفوق من الهلوسه بتاعته دي لو هو تحت تاثير مخدر او غيره لكن التلاميذ مش ممكن أبدا نقول عليهم هلوسة لأنه ظهور المسيح لهم غير فيهم إيجابيا وليس سلبيا المسيح غير الخوف إلى شجاعة المسيح غير الجبن إلى جراءة المسيح غير حالة الانكماش اللي كانوا عايشين فيها والتقوقع اللي كانوا عايشين فيها إلى جماعة تخرج للمجتمع وتواجه المجتمع وتتحدى المجتمع وتنشر رسالة المسيح في المجتمع وتقف قدام الموت وتستقبل الموت وتستقبل الألم بفرح، جماعة مغيرة للمجتمع بما هو للأفضل وليس للأسوأ. صعب قوي تفشل نظريه الهلوسه ايضا في تفسير تجديد بولس الرسول، ازاي بولس الرسول تتغير حياته لو هي مجرد هلوسه؟ اليس تغيير حياه بولس الرسول جاء نتيجه مباشره لظهور الرب يسوع له انكاونتر مع الله مواجهه بينه وبين يسوع الحي الذي قام من بين الاموات؟ عشان كده الخادم عوض سمعان في كلامه عن قيامه المسيح قال لنا حقيقه مهمه قوي. قال لنا تلاميذ المسيح لم يروه في مكان مهجور. أو مظلم. يعني ما ظهرش ليهم كده في مكان ظلمة فشافوا نور ولا مكان مهجور مليء مثلا بأرواح إلى آخره. بل كانوا يرونه في بيت اعتادوا الإقامة فيه، وفي طريق آلفوا السير عليه، وعند شاطئ بحر كانوا يعرفون كل بقع منه، وفي مكان من الجليل كانوا يترددون بكثرة عليه، كما أنهم لم يروه فقط في المساء، حتى كان يظن أنه أن بصرهم قد خدعهم، بل رأوه أيضا في الصباح، وفي العصر، حيث تظهر الامور على حقيقتها، يعني ظهورات المسيح كانت في كل وقت وفي كل مكان وفي الاماكن الذي اعتاد التلاميذ عليها في البيت، في العليه، عند بحر طبريه، في الجليل، في مدينه اورشليم ورأوه بالليل، ورأوه الظهر والعصر، صاروا معاه على الطريق، كل هذه الامور فهي ليست ليست احلام اتت اليهم وهم نائمين وليست رؤية رأوها في الظلام الدامس. لكن دي حقيقة. الاختيار الثالث بقى اللي قدامنا إذا كان إنه المسيح قيمته ليست كذبة اخترعها التلاميذ. وإذا كان المسيح قيمته ليست هلوسة أو تخيلات نادى بها التلاميذ. يبقى قدامنا اختيار أخير. الاختيار الأخير هو أنه فعلا قيامة المسيح هي قيامة حقيقية أن المسيح قام من بين الأموات التفسير الأخير لظهورات المسيح ورؤية التلاميذ له هو أن يكون التلاميذ تقابلوا معه فعلا تقابلوا مع يسوع الذي قام من بين الأموات دي الحقيقة ظهور المسيح للتلاميذ حقيقة أثرت عليهم وبدلت حياتهم. لا توجد حقيقة بدلت حياة التلاميذ. كقيامة المسيح. مفيش. يعني لو حاولنا نحط التلاميذ تحت الميكروسكوب ونحلل حياتهم لنجد حقيقة فعلا أثرت فيهم وغيرت منهم وجعلت منهم اشخاص كما نعرفهم اليوم ونعرف سيرتهم ونعرف حياتهم ونقرا عنها وعن خدمتهم وعن تضحيتهم وعن امانتهم وعن جرائتهم وعن قوتهم وجسارتهم وعن صدقهم وامانتهم فيش حقيقه ابدا غيرت فيهم كحقيقه قيامه المسيح من بين الاموات وده اللي بيعملوا المسيح باستمرار لا توجد حقيقة ممكن تغير الإنسان كحقيقة مقابلته للمسيح، وعشان كده النهارده الرب بيعمل أشياء عجيبة جدا حتى في بلادنا العربية. طبعا ما يصنعه الرب هو في أحلام ورؤى. مش ممكن المسيح يأتي في أحلام ورؤى إلا لو كان ميت. لأنه حي. حي بيأتي ويفتقد ويفتقد شعبه ويفتقد أولاده. ويمكن عزيزي المشاهد آآ وانت بتتفرج على هذا البرنامج تقول اه انا انا تقابلت مع المسيح انا اختبرت المسيح الذي قام من بين الاموات انا عارف ان يسوع حي يسوع ليس في القبر يسوع قام من بين الاموات شوفوا بقى نتيجه نتيجه لهذه الحقيقه انتشرت المسيحيه هذه الحقيقه غيرت وجه المسكونه موت المسيح وقيامة المسيح غيرت المسكونة انتشرت المسيحية لا بقوة السيف ولا بقوة الإجبار إجبار الآخرين على قبول الإيمان المسيحي لكن انتشرت المسيح المسيحية بقوة قيامة المسيح الذي قام منتصرا من بين الأموات المسيح قام إصرار التلاميذ على الشهادة بقيامة المسيح واعتبرها أساس للإيمان المسيحي كان هو ده محور وقلب وجوهر الإيمان المسيح هو ده روح الإيمان المسيح زي ما قلت إنه المسيحية بدون قيامة هي جسد بدون حياة قيامة المسيح لو لم يكن المسيح قد قام من بين الأموات لما قامت للمسيحية قائمة كانت المسيحية انتهت في في مقتل يعني كانت كانت انتهت بموت المسيح. يعني كان في وقتها كانت المسيحيه انتهت. لو المسيح فقط قد مات ولم يقم من بين الاموات كانت الايمان المسيح انتهى في وقته، ليه؟ لانه اذ ليس من المعقول ان تقوم على اراء شخص قال انه سيقوم بعد موته لكنه للاسف لم يقم. يبقى المسيح كاذب وإذا كان المسيح كاذب في عبارة فإلي اللي يخليني أبقى واثق أن العبارات الأخرى اللي قالها والتعليم الأخرى اللي قالها صادقة يعني لو أنا كذبت في أمر ده بيفقدني المصداقية بيفقدني المصداقية بيجعلك أنت عزيز المشاهد تقول طب إيش ضمننا اللي بيقولوا الباقي كله ده صح إذا كان هو بيكذب في هذا الأمر لو لم يكن المسيح قد قام من بين الاموات تكون مصداقيه المسيح قد ماتت معه ودفنت معه وماتت معه ايضا المسيحيه بل ولما فكر في اعتناقها انسان على الاطلاق بل لما فكر في اعتناقها انسان على الاطلاق وذلك لعدم توافقها مع ميول البشر وغرائزهم الجسديه وتعرض اتباعها للاضطهاد والالم في الحياه في الحياه الدنيا يعني بمعنى ايه بمعنى انه طب انت جاي النهارده حتى لو انت جاي تكلمنا عن المسيح اللي, اللي مات آه وبتقول لي المسيح قال وقال وقال ايه القوه اللي ممكن تديني ان انا اعيش هذا التعليم ما الذي يجعلنا نعيش هذا التعليم مش كده في كتير ناس بتعجب مثلا بتعليم المسيح في ناس كتير بتعجب بالمواعظ على الجبل يا الموعظه على الجبل دي حاجه عظيمه جدا دي تعليم ساميه جدا لكن في نفس الوقت وهم بيقولوا نفس الكلام يقول لك بس محدش يقدر يعيشها ما نقدرش دي تتعارض مع ميولنا ورغباتنا وشهواتنا وطبائعنا الجسديه كيف لنا ان نعيش هذه التعليم لو لم يكن المسيح قد قام من بين الاموات قيامة المسيح هي الضامن لنا أن احنا نعيش التعليم التي علمنا إياه لأنه هو الذي يعمل فينا بروحه القدوس هو الذي يقوينا ويعطينا نعمة أن نعيش بحسب تعليمه أهم هذه الحقائق الثلاثة أمام هذه الحقائق الثلاثة يبقى قدامنا اختيارين كويس؟ الاختيار الأولاني أن نقول أن قيامة المسيح حقيقة حقيقة وانا هقبل انها حقيقه ده الاختيار الاولاني الاختيار الثاني هي ممكن ما تكونش كذبه ولا تكون اسطوره ولا تكون سوري هلوسه بس ممكن تكون اسطوره تطورت مع الوقت عشان يجعله بقى المسيحيه ديانه فيها الامور فوق طبيعيه معجزات ايات قيامه فبالتالي اسطوره تطورت مع الوقت زي الاساطير اليونانيه القديمه المرتبطه بالالهه وقيامه الالهه فالمسيحيه تطورت واصبحت اسطوره لكنها ليست حقيقه كويس قيامه المسيح حقيقه تاريخيه قيامه المسيح اسطوره وده او ده احنا قدام اختيارين طبعا فكره الاسطوره دي فكره غير حقيقيه ليه؟ لانه الاسطوره تحتاج الى مئات السنين عشان تبقى اسطوره للرد نقول ان التلاميذ لم يكونوا من رجال الفلسفه او الادب او الاجتماع الذي همهم تخليد ذكرى شخص ما او نشر مبادئه في العالم بل كان معظمهم من صياد السمك الذين لم ينالوا قسطا من التعليم سوى الكتابة والقراءة والذين لم يكن يهمهم في الحياة سوى الحصول على قوتهم وقوت, وقوت أولادهم اليومي وكل همهم أنهم يعيشوا ويأكلوا ويأكلوا أولادهم لم يكونوا أصحاب فلسفة عشان يخترعوا أسطورة للرب يسوع المسيح كل الأساطير احتاجت الى مئات السنين حتى تتطور وغالبا بعد موت كل شهود العيان الذين عيانوا حياه هذا الشخص اما كتبت الاناجيل فقد كانوا شهود عيان وكتبوا اناجيلهم وكتبوا حياه المسيح وتكلموا عن موته وعن قيامته عندما كان كل شهود العيان ما زالوا احياء فصعب جدا انك تيجي قدام اشخاص كانوا معاصرين وشاهدين وعالمين بكل تفاصيل وتخترع قدامهم شيء غير حقيقي عن شخص ما. بولس الرسول يقول اكثرهم باقي بمعنى ان كثيرين او كثيرون من الذين ظهر لهم يسوع ما زالوا احياء ويمكن ان تتاكدوا من ظهور المسيح لهم بنفسكم. روحوا واسالوهم عن قيامه المسيح. كتبت الاناجيل الاربعه او كتب كتب الاناجيل الاربعه من خلال متى ومرقس ولوقا ويوحنا حادث الصلب والقيامه باسلوب كتابه التاريخ بنسميه هيستوريكال جانرا يعني مش مجرد انه انه بنكتب اساطير لا ده اسلوب كتابه التاريخ بمعنى انها موثقه بالزمان والمكان والاشخاص والاحداث واحنا اتكلمنا عن الاجزاء دي سواء صلب المسيح وقيامه المسيح موثقه توثيقا تاريخيا بالزمان والمكان والاشخاص ومين وفين وكل هذه الامور. قصص الاساطير لا يوجد فيها اي اشاره الى شهود عيان وذلك لانها من اختراع الانسان، اما حادث القيامه فموثق من خلال شهود عيان كثيرين. هذا قدام هذه الحقيقه وقدام كل هذه الحقائق نستطيع ان نقول ان ما قاله التلاميذ وما كتبه التلاميذ عن ان المسيح قد قام حقيقه تاريخيه. والى ان نلتقي في حلقه جديده سلام المسيح يكون معكم